واحدة من أكبر المشاكل الصحية المعرضين لها في دولة الإمارات هي مرض هشاشة العظام. هالمرض يسمونه المرض الصامت، لأن ما حد يدري فيه إلا لما يتعرض مثلاً لحادث بسيط يسبب كسر شديد بسبب ضعف العظام. وهذا الإحصاء ما أحبه يا سلامة، لكن ضروري أذكرك فيه. أكثر من 80% من سكان الإمارات معرضين للإصابة. وتدرين ليش؟ لأنهم عندهم مستويات منخفضة من فيتامين دي، وهالنقص هو السبب الرئيسي لهشاشة العظام. الفيتامين دي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، والمصدر الأساسي له هو التعرض لأشعة الشمس. ولكن بما أن معظمنا ما يتحمل أشعة الشمس الشديدة ويبقى في المكيف، فأجسامنا ما تأخذ فيتامين دي كفاية. وضروري يا سلامة تاكلين البروكلي والكبدة والبيض والأجبان. يحللهم النساء معرضات للإصابة أكثر من الرجال، وهناك تقديرات أن 33% من النساء فوق سن 50 بالإمارات مصابات بهشاشة العظام مقابل 20% للرجال. ضروري البداية بالوقاية من هشاشة العظام بسن مبكرة، وعساكم دوم وصحة وسعادة.